السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص إن شاء الله بدرس الجهاز التنفسي، دائما مرجع الواضح في النشاط العلمي للسنة الخامسة. إذن غادي نجاوبوا على الصفحة 14 والصفحة 15. نبدأ بأتساءل، خلال مسابقة في السباحة لاحظت ملاك أن السباحين أو السباحين يرفعون رؤوسهم خارج الماء، يعني أثناء المسابقة، فهما ما كيبقوش يعني توت لا كومبيتيسيون يعني تحت الماء، ضروري شوية شوية كيهزوا الراس ديالهم إذا بشكل منتظم. إذا فسألت أخاها الأكبر عن سبب ذلك، فأجابها إنهم في حاجة إلى التنفس، يعني هما محتاجين أنهم يتنفسوا. إذا فتساءلت ملاك حول الجهاز التنفسي وكيفية اشتغاله. إذا هنا التساؤل هو ما هي أعضاء الجهاز التنفسي وما هي وظائفها؟ إذا هذا هو التساؤل، نقدر نكتبوه هنايا، ما هي أعضاء الجهاز التنفسي ووظائفها، يعني كل عضو اشنا هي الوظيفة ديالو. بطبيعة الحال ملي تنقولوا الجهاز التنفسي اكيد اول شيء يعني يتبادر الى الاذهان هو لي بومون، هما الرئتين هنا والانف، الهواء كنتفكروا، الهواء كندخلوا، الهواء الرئتين كنخرجوا الهواء. اذا غادي نشوفوا مكونات الجهاز التنفسي ولا اعضاء الجهاز التنفسي. اذا اعضاء الجهاز التنفسي عند الانسان، غادي نبداو بالانف، عندنا لو ني، عندنا التراشي ارتير الرغامه تراشي ارتير، وعندنا القصبتان الهوائيتان لي دو برونش اللي كيتفرعوا لدي برونشيو القصيبات، هاد القصيبات في ليكستريميتي ديالهم، ويعني كيكونوا عندنا اسناخ رئويه بحال شي اكياس دونك دي فيزيكول ولا دي زالفيول بولمونير. هنا بالنسبه لهاد لي زالفيول بولمونير هما هادو التكبير ديالهم. اذا شوفوا معايا التكبير ديال السنخ الرئوي. اذا عندي هنا القصيبه البرونشيول، هي هادي، هاد لي برونشيول هادو اللي مرتبطين بهاد السنخ الرئوي. شوفوا معايا السنخ الرئوي كيكون محاط بالشعيرات الدمويه، الا خدينا واحد السنخ مع دوك الشعيرات الدمويه غادي نشوفوا بانه كيوقعوا واحد كتوقع واحد العمليه مهمه اللي هي التبادلات الغازيه التنفسيه، كيجي الدم للسنخ الرئوي. هذاك الدم اللي كيجي فهو كيخلي ثاني اكسيد الكربون، هاد سي او 2 اللي جاي من الخلايا كيعطيه للسنخ، وكياخذ من السنخ كياخذ منه او 2 الاكسجين باش يديه. دونك هنا شنو غيخرج؟ غيخرج لينا الاكسجين، وشنو اللي غيدخل؟ غيدخل لينا سي او 2. الدم كياخذ سي او 2 من الخلايا كيديه للسنخ، السنخ غادي يخرجو عبر هواء الزفير، وكياخذ من عند السنخ الاكسجين باش يديه للخلايا باش يديروا لي زاكتيفيتي سيلولير ديالهم. الوغ بالنسبه للعنوان التبادلات الغازيه بين السنخ و الرئوي والشعيرات الدمويه، اذا على مستوى الاسناخ الرئويه يتم تحويل ثنائي الاكسجين من هواء الاسناخ الى الشعيرات الدمويه، في حين يتخلص الدم من ثنائي اكسيد الكربون الذي يطرح مع هواء الزفير. غادي نشوفوا دابا يعني كلكو تروبل بولمونير ولا دي مالادي لي كي يافيكتيو لينا لاباراي ريسبيراتوار. دونك جي كري لا لتر دونك fois sur l'image qui désigne la personne asthmatique et la lettre 2 ou bien Z sur l'image qui désigne la personne souffrant d'une allergie respiratoire. Donc, on dit ici, c'est un homme qui a le rabou, donc le malade de rabou, donc l'asthme, donc il y a un qui dit le rabou, وعندي بالنسبه للصوره 5 هنايا عندي زاد، علاش؟ لان هاد لا بيرسون هادي كتعاني من لاليرجي ريسبيراتوار، حساسيه تنفسيه. جو كومبار لي دو
poumon du document 6, je mets une croix rouge sur les poumons du fumeur. Donc, elle dit juste les poumons, juste dire la réalité, nous avons dit le moudakhin. Automatiquement, quand on est bien, il y a dit, يعني كتكون كحله الرئه ديال المدخن كتكون انوار لانها عامره بلي دي شوز لي هما توكسيك بيان سور. الوغ الان غادي نشوفو يعني كلكوز اكتيفيتي كي بروتيج لاباراي ريسبيراتوار. سانفيرمي دون اون بيس مال ايري بيان سور كومون سانفيرمي دون اون بيس ايري يعني هي كتكون فواحد المكان اللي هو ما فيهش تهويه. Pratiquer du sport à l'air libre, bien sûr, oui. Et n'indiquer le riada. Amakin lihia fiha l'hawa naqi. Respirer de l'air pollué. N'stanchkou l'hawa moulawet, bien sûr que non. Se promener dans la nature, forêt, montagne, mer, bien sûr que oui. Alors, radin djoujou l'estetmer ta'alloumati l'jadida. Amla al-farag bima yunasib. إذا تتم العملية التبادلات الغازية التنفسية في مستوى الأسنان الرئوية، هذه العملية هذه كتكون على مستوى الأسنان الرئوية الغنية بالشعيرات الدموية، حيث يتخلص الدم الداخل للرئتين من ثاني أكسيد الكربون اللي كيكون جايبو من عند الخلايا، ويحمل بثاني الأكسجين كي ياخذ ثاني الأكسجين باش يعاود يديه للخلية. إذا جونكادغ لا بون ريبونس لو سان كي سور دي بومون إي يعني الدم اللي كيخرج من لي بومون كيخرج من الرئه واش كيكون غيش اون ديوكسيد دو كربون ولا غيش اون ديوكسيجين بيان سور غيش اون ديوكسيجين ثنائي الاكسجين. تحدث سنويا عده تسممات بغاز احادي اكسيد الكربون بسبب مواقد الفحم وسخانات الماء تؤدي الى ضحايا عديده. اقترح حلول. اذا بالنسبه للحلول التي يمكن اقتراحها، اذا تهويه الاماكن التي تتواجد بها السخانات، اذا هذاك السخان خصني نديرو في واحد لاسباس اللي هو بيان ايغي باش نيفيتي انه يعني باش يكون داك لابور اللي هو بيرمانون ديال لو ديوكسيجين، لان كنعرفوا بان الاحتراقات كيخصها الاكسجين، فبالتالي نحاول انني نحطو في واحد المكان اللي كيكون هذاك لاكسي ديال الاكسجين يعني هو كاين ديما وما يوقعش لينا يعني الكومبيسيون انكومبليت يعني كيبدا يتنتجوا لنا الاحتراق الغير كامل اللي كيتنتجوا لنا كيتنتج لنا المونوكسيد دو كربون اللي كيكون هو غاز سام هو اللي كيؤدي للاختناقات. واستبدال من الافضل استبدال السخانات الغازيه بكهربائيه. علاش؟ لان ما كيكونش فيهم هذاك لو ريسك ديال ما كيكونش هذاك الاحتراق، ما كيكونش هذاك البروديكسيون ديال هذوك لي غاز توكسيك ايتترا. دونك فوالا هادو هما لي ريبونس. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد مع درس جديد. ا بيانتو.